FM. الكل مليك. البارح سيد الوزير التعليم العالي أعلن على دي ريفورم جدد اللي هما كانوا مخرجات المؤتمر اللي انعقد في ديسمبر 2017. جو بونس اليوم معناها كي نسمع فيه البارح كأنه كنا في اجتماع مع بعضنا ومعناها يحكي على لي ريفورم اللي اتفقنا عليهم اللي احنا ديجا بدينا فيهم في نسبة كبيرة منهم, وفما دوتر معناتها ريفورم ان شاء الله سنة زادة باش نحاولوا احنا الهدف نحاولوا ندخلوهم في العودة الجامعية في سبتمبر. واحنا ديما الهدف متاعنا اللي الطالب يكون متكون معناتها تكوين دو كاليتي كيما لي نورم معناتها في العالم ويكون خاصة حاضر ومتهيئ لسوق الشغل. خاطر اليوم مالوغوزمون السيستم في تونس هو يبدا حتى من السنوات الاولى نتاع الدراسه تويكا شابي يحط له في مخه يزم ياخذ ديبلوم الوغ كو المطلوب هو مهارات لازم يخدم هما مهارات ساعه وبالمهارات نتاعو باش ينجم يلقى خدمه. اليوم فما معناتها ان جاب ما بين السوق الشغل متطلبات سوق الشغل وعدد المتحصلين على الشهاده. هذاك علاش فما ديفيونس كبير ياسر بين سوق الشغل والمتخرجين من الكليات العامه العموميه ولا الخاصه. كاب اف ام الكلمه ليك.